السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، كيف الحال يا حلوين؟ الحلقة الثانية يا حلوين من سلسلة قرطاج. أوه بوي يا رجل، تعليقات يا عيال، هدوا اللعب يرحم أمكم. الناس مركزين على موضوع، يعني حتى في واحد جاي كاتب بالإنجليزي اسمه هيرو أوف كارثج مدري إيش، إنه والله يعني انه انا قاعد احاول الا الزق القرطاجيين بالحضارة العربية او اني ادعي انهم عرب او شيء زي كذا. ترى ما احنا ميتين على الموضوع هذا، يعني العرب عندهم طولات وجولات في التاريخ، حتى الله سبحانه وتعالى حفظ لنا هذا التاريخ في القرآن لانه لم يذكر في اي مكان اخر، مثل عاد وثمود، ويمكن تاريخ شوية مو مرة بطل يعني، بس في عندنا حضارات يعني موجود، العرب والعماليق، وحتى اعتقد الفراعنة انهم اذا ما كانوا عرب ساميين. وفي واحد ايضا كتب تعليق اخر عن انه اليهود عرب، انهم مو شرط يكونون، هل اذا انا قلت الفينيقيين عرب فهل هذا الشيء يعني اليهود عرب؟ اليهود، انا رديت على الرجال قلت له اليهود ديانة او انتماء ديني اوكي، وليست عرق عشان نقول انهم من السامية. ممكن يكونون اغلب اليهوديين ساميين، يس ميبي، بس اللي حاصل الان يا صاحبي انهم يقولون من بني اسرائيل، اللي من بني اسرائيل المفروض انهم حسب القران الكريم انه اسرائيل هو من حملنا مع نوح، وعبد صالح كان يشكر الله مذكور في القران، وذريته هم المفروض الدوله اللي موجوده اليوم في فلسطين اسمها اسرائيل، هم اليهود يعني. فعموما هو الموضوع كبير، وحتى رديت على كم واحد، انا في العاده ما ارد على التعليقات هذه بس اعطيها لايك يعني، بس ما شاء الله يعني الشباب مدققين على بعض الامور which is interesting because also يعني اضافه الى ذلك شفيني فجاه قلبت انجليزي لان ترى الدوام حقي كله بانجليزي يعني. بس anyways my friends، على اي حال اصدقائي، القصد اننا بنركز عليه في القناه هذه هو الجيمينج. لا يمنع ان الواحد يشارك اي شيء في التعليقات، هذه ألعاب سياسية في الأخير اللي احنا نلعبها، والسياسة جزء من حياتنا، ولكن ما نبي نتطرق للحكم. لا تحكم، لا تجي تقول هذا كذا وهذا كذا، لا، خلي مخك open mind، منفتح. open mind ترى نقصد فيها كلمة حلوة، مو المعنى الحاضر الآن مع الأسف صارت كلمة مو حلوة، أن عقلك يكون متقبل للأفكار وللثقافات ولهذا. هذه هي أصلا فكرة القرآن الكريم، أنه هيك تتفكر وتصير من أولو الألباب يعني. فأنا حقيقة ما أجزم أبدا أنه الفينيقيين من العرب، أنا بس قلت أنه حنة بعل هو اسم عربي متكون من كلمتين ومقطعين لغوية، حنة وبعل، وكلها موجودة في اللغة العربية. وجذور اللغة العربية أيضا 16,000 جذر لغوي، فإحنا ما نبي نشطح على السلسلة ولعبها بقدر ما نبغى إيش نحفظ ونحافظ على يعني عروبتنا، ونتعصب للعروبة حقتنا، ليش لا يا أخي؟ الله سبحانه وتعالى يعني مدحنا في القرآن، والأعراب مو العرب، العرب هذول شيء ثاني، هم البادية، عرب البادية، لكن لما قال لك في القرآن جل في علاه يعني أنه لسان على عربي مبين غير ذي عوج، هذا بكل بساطة يعني أن أي لسان ثاني يعتبر أعوج بالنسبة للسان العربي، لأنك أنت ما تعوج لسانك لما تجي تتكلم، زي مثلا اللغة الإنجليزية مثلا أو أي لغة ثانية مثلا. ولاحظهم أنت يقولك أر حرف الآر حقهم ذا، فأنا ما طقطق عليهم أو أي شيء، بس أنه كان في واحد يطقطق على اللغة العربية وهو مسوي فيها يعني أني خواجي وأنا أكسنت ومدري إيش وذا، فأنا طقطقت عليهم بالتويتر، رديت عليهم أنه هذه تعويجة اللسان باللغة الإنجليزية تعتبر بالنسبة لهم هم يعني طلاقة في الحديث، لكن بالنسبة لنا إحنا تعتبر عوجاج يعني، فبالتالي نسميهم عجم من تعجيم اللغة وتكسير الحروف، يكسرون الحروف، يكسرون مناطق الحروف ومخارجها، فبالتالي نسميهم عجم. ولا فرق بين العربيين ولا عجمين إلا بالتقوى أكيد، وهذه حلاوة الإسلام أنه يجمعنا كلنا باختلافاتنا ألواننا بطباعنا، we have to accept each other، لازم نتقبل بعضنا لأنه هذا هو مصيرنا في الكرة الأرضية هذه، نحن نعيش مع بعض باحترام وتعارف وتواد وانفتاح على الثقافات، وهذا اللي قاعدين نسويه في اللعبة هذه يا حلوين.
نتعرف على كل الثقافات هذه، نحترمهم كلهم بتاريخهم، الفينيقيين، التونسيين، الجزائريين، الليبيين، الأسبان، المغاربة، الموريتانيين، هذول كلهم إخواننا في البشرية يعني، كلهم بشر وكلهم يعني المفروض نرجع لأب واحد يعني. فأنيويز ماي فريندز، على أي حال يا أصدقاء، زي ما شايفين خريطة صغيرة، وأشكر كل من يدعم الحلقة الأولى والسلسلة دي بشكل عام. بالعين حبيت أتأخر بين الحلقة الأولى والحلقة هذه صراحة، عشان نكسب أكبر إشعارات ممكن للجمهور، لأنه والله حنا بدينا من جديد. قرطاج، وهي المدينة طبعا اللي ذكرتها أنا، عاصمة هذه الدولة الفينيقية البونيقية. فيامين طبعا. أيضا واحد في التعليقات قال أنه هذه إليسا، هذه كانت في مو هذه المقصودة، هي واحدة أقدم من هذه اللي أسست قرطاج. المهم أنه واحدة أسست قرطاج اسمها إليسا، هو يقول أنها 800 قبل الميلاد، مو 240 قبل الميلاد، لأن هذه ماتت 241 قبل الميلاد، يعني معقولة عاشت 400 سنة. طبعا لا، كاتبين عمرها 56. فالفكرة يا صاحبي أنه هي واحدة كانت اسمها إليسا، هربت من لبنان مع زوجها وأسسوا هذه بسطول بحري ضخم جدا، وأسسوا المدينة هذه. تاريخ مثير للاهتمام صراحة، ويستحق البحث. وبيسكلي حضارة لا يمكن إنكارها أو تجنبها، ويوجد تشويه سمعة متعمد مثل ما قلت لكم بالأفلام والمسلسلات اللي يسوونها عن اسم حنا بعل. بالإنجليزي حتى الاسم تكسر، صار هانيبال معروف بهذا الاسم يعني. وأعتقد في شيء اسمه الكانيباليين، الكانيباليست اللي أكلين لحوم البشر، برضه أعتقد لها علاقة في الموضوع وفي علاقة هذا الاسم. Anyways my friend، شراكم بالمقدمة الطويلة مرة هذه. There's a good pork roasting for you. كمل. And better ale and mead set aside. هذا عزمنا على مفاتيح، يقول تعال عندنا مفاتيح، عندنا شغل. مفاتيح باللهجة السعودية يعني ولائم، عزمنا على ولائم. ويقول تعال عزمك انت جاري، خلنا ناكل. ليبيا 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 يا ليبيا يا ليبيا يا ليبيا. Well met friend. Sit. I am sure you have many pleasant. بالنسبة لعقائد دبلوماسية، احلم يا صاحبي، ما راح يصير اي شيء. It is an honor to serve you. Man. بالهمن بي praised. طيب بريه، والله حيران صراحة، والله ما في معلوم يا صديق كيف ممكن اتحرك. لكن عندي 5900، هذا الجيش مو عاجبني وضعه، نحتاج ناس اكثر. لا الهمن بيبريز، ما في جيش قاعد يطلع هناك، سالفة هذه منطقة واحدة يعني. اوكي اجل لحظة، وير منت، رد اللعب يا صديق. عندنا هنا البنية التحتية يا مين. انا اعذروني شوي، انا فيلسوف اللي تابعني في القناة جديد، ترى انا فيلسوف درجة اولى يعني، وحتى كاتب الشيء ذا في قائمة حول القناة او عن القناة. واعتقد المفروض كل انسان يكون فيلسوف صراحة، اعتقد الحياة دي تعيش بدون depth of soul، يعني بدون عمق في روحك وفي حياتك، تفكر في كل شيء حولك. طيب أورتيتاني هجم على أورتيتاني اللي يعتبر حليفه كاربيتاني، هذا اسمها الدول الإسبانية، كل شيء تاني وماني. anyways هذولا ربعي، وهذا واحد هجم عليهم أكيد بدافع عنهم طبعا. هو هجم على المدينة هذه، واسي واسي، والله جريء. لاحظ 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 الملابس واللوك مختلف. فاعذروني انا فيلسوف واحب اتفكر في كل شيء صراحه. أورتيتاني
يا مين اللي قبل شيء اقول لكم لاحظوا ملاحظ الملابس حقهم مختلفه. هذا في واحد في التعليقات يقول تاكد انه مود ريدس شغال، احنا لانه في سلسله حمير نسينا نشغل مود ريدس الا بالاخير اخر حلقتين يمكن، فكان شيء مره يضحك صراحه. مود ريدس هو نفس المود اللي استخدمته بسلسله الاندلس، غير ملابسهم واشكالهم وجملها. ريدس هذا احد مطورين المودات بعالم توتال وور، يعني العاب توتال وور، شخص محترم تقابلت معاه بالديسكورد بشكل شخصي وحبيت اني انسق معاه موضوع تعريب اللعبه لكم انتم مو لي، انا ما احب العبها بالعربي اصلا، احسها بشكلها بصلتها احسن. العربي بتكون حلوه بحاجه واحده، اذا مثلا الاصوات كانت بالعربي يس، يعني مثلا كذا ضغط على هذا يعني الصوت كذا، شفت هذا الكلمه اللي قالها ات يور سيرفيس، لو قال مثلا في خدمتك او شيء زي كذا فبيكون شيء بطل يعني. اعتقد هذا الشيء موجود ببعض العاب استراتيجيه زي سترونج هولد كروسيدرز وغيرها، بس تصبح ممله بعض الاحيان لانه تحس يكرر الكلام، يعني تحس انه يقول، تحس انه يسلك، يعني تحس انه يعني مثلا ريبتيتف يعني متكرر على المسمع، فبالتالي تصبح يعني بورينج يعني. يا مان بقول لكم يا برو اوكي، هذه منطقة كلها تحت السيطرة اسبانيا. انا والله ودي اتعلم اسباني صراحة اقسم بالله. ذيك اليوم قاعد اكتشفت موقع، شكله بحط لكم رابطه بالوصف، رابط دعوي بعد عشان نستفيد. ترى هذه مو دعاية وقاعد المح، لا والله جد موقع اكتشفته بتعرف على ناس وبنفس الوقت اتعلم لغة، يعني اتعلم لغة. فموقع رهيب تقدر تتعلم من خلاله كل اللغات اللي تبغاها او اللي تخطر على بالك. هذا الجيش بنطلع فيه جنود، هنا جايبين الحكيم حقهم، هذا الجيش، هذا حكيم روما قاعد يتأمل هنا ولا يدعو الناس الى الحضارة الرومانية. وتدعو بيداتك ورجولك، بدمرك يعني بدمرك. وش نقدر نطلع مرتزق هنا؟ فيل، خلينا نطلع فيل انه غالي بس ما يضر. السحاب، نبح الكلاب، ما يضر السحاب، نبح الكلاب، ما ادري ايش دخل ذي في الموضوع، بس انيويز نحتاج رماه شويه زياده صح؟ يا مين يا براو. طيب بابليك اوردر زي الفل، ما يمديني اتحرك بسرعة او بشكل جري لانه مود راديوس يشيل هذه الخاصية لاضافة اعتقد تحدي اكثر او شيء ما ادري والله. Can't seem to understand how this game is being played، بس انه هذا ليتني ما سويت معاه تجارة. شابهون الشعوب هذه. هذا عموما هو مبسوط. You honor us. There is food enough for two armies awaiting us when we have talked. هذا متحالف دفاعات صديقة مع ذا. هذا أنا مستعبده أصلاً. I am sure you have many pleasantries for me, but please don't bother. يعني يا مين. سويت معاه سلام زي ما تقولون الآن، المنطقة دي أصبحت تحت السيطرة. في شعب هنا داخلين في حالة حرب معاه هنا. مو بهذا الشعب، هذا الشعب. الشعب ذا تابع لي المفروض. هذا. قرطبة. أبو مدينة قرطبة اللي استغربت الحلقة الماضية إن اسمها قرطبة. عفوا. فجاء واحد في التعليقات وقال يا راه كان المدينة هذه سميت بهذا الاسم من نفس هذا الفينيقي حنبعل. من نفس قرطاج هم سموها قرطبة، فحقيقة مرة صدمني بالمعلومة. مرة صدمني، معقولة؟ قرطاجيين سموها قرطبة؟ قال إيه في التعليقات. فقال سموها قرطبة ب 216 ميلادي. يعني تقريبا قبل سنتين من هذا التاريخ او 209 ميلادي شيء زي ميلادي، قبل الميلاد عفوا. فانيويز يعني بنفس هذا التاريخ هي سميت قرطبه، ومتركبه من كلمتين قر وطبه او قرط وبه، ما ادري بس كلمتين ولها معنى باللغه الفينيقيه او اللهجه الفينيقيه. ما ادري ايش معناه، هو كتب تعليق في الحلقه الاولى ممكن تطلعون عليه، انا شكلي بروح اثبت التعليق ذا، مرة انترستنج المعلومة دي. فهذا عنده مدينة واحدة بس وجيش أعلن حرب علينا، أعتقد عنده جيش ثاني حقيقة يعني، ما أدري بس ممكن
يقول الجيران هنا يجون عليه حلفانه كلهم والدولة التابعة، تعال نحط عليه علامة توجهه إلى هذا العلة. في هذه الأثناء ممكن إحنا نحمي هذه المنطقة، ممكن هو يتهور يعني يجي ياخذ المدينة هذه مثلا يعني. أوكي، فهذا الشيء قد يكون هنا. طبعا هذه حالة حرب، حالة حرب. هذا دفاعات معايا، أنا معايا زميل، ممكن أنا أجي إيش أسوي كذا، طلع سطول بحري هنا. بس طبعا قبلها هذا يقلل تكلفة الوحدات البحرية، يصلح اللي يكون سطول بحري. هذا في شيء تذكرته قبل شيء، نعطيه هذا الجيش. والله في وحدات بطلة مرة هنا، نعطيه الجنرال الفيل. طبعا هذه كلها وحدات في مود راديوس جديدة، فما شاء الله عليهم، حتى الارت رهيب يعني. Set up the watch. Are you ready to serve? Oh man. طيب. Bro. اوكي، يعني هنا عندك كم دورين؟ هذا كذا احتياط عشان هذا. لحظة، هذا مين ذا؟ شكله ولي العهد ذا. How can I serve Cardi? اي والله. ماجو برقة ولا هذا؟ والله يا شباب هو يحط عليه علامة يعني. هذا هو success to the party، successor to the party leader اللي هو أي واحد. الزبدة ضيعت والله، انحولت. الناس مبسوطين هنا، تم اكتشاف جاسوس هذا الحكيم حقنا. جاسوس ذا ممكن نجي نقول له تعال معانا، ما عندي فلوس. هذا داخل اراضي حقي بس يعتبر تابع. ناس في موريتانيا مبسوطين، اما موريتانيا هنا اوكي. طيب كونستراكشن ناس مبسوطين، مبسوطين وين؟ في افريقيا اللي هي تعتبر منطقة قرطاج نفسها. طيب وش وضع ليبيا مع جرامانتيا؟ وش اللي قاعد يصير؟ مدينتهم صارت فاضية، ليبيا الظاهر شوتهم. جرامانتيا قاعد يطلع جنود من الخلف، جاب البطل هنا حاطه. هذه سفينة ليبيا وهذه مدينة ليبيا الأخيرة، لأن الخريطة مو مرة كبيرة. طيب يا حلوين، في واحد قال كلام في التعليقات الحلقة الماضية، قال ترى انت بيجيك هجوم مو بصاحي من روما. انا فاهم، عشان كذا حاط المدينة دي، المدينة الاسطول ذا هنا، ولكن هذا لا يعني ولا يمنع اننا نطلع جيش هنا احتياط، نبنيه على خفيف كذا على رواق الدور الجاي بإذن الله. ولا تنسون باقي عندنا ابطال وجواسيس ونبي نطلعهم بشكل استراتيجي. طبعا هذه المدينة ما قعدت تهيئ لأن يعني مصابة. هذا الجيش حقيقة ما أدري، ما أبغى أحرك أيضا لأن هذا لازم ندمره. ذا قاعد يطلع جنود هنا، حيكون في تحدي شوية. ومهمة مرة المدينة هذه، فيها سور ومكان استراتيجي مرة يعني. هذه ما أدري تبع مين، هذه مسيلي، هذا أيضا أنا داخل في حرب معاه اللي هو طريق قرطاج، طريق حنبعل عفوا. روما قاعد يحاول يعدي ويضرب الجيش حقي ومات. هاي اقعد انسحاب تكتيكي سايسيليا. well bro this is crazy. مثل ما قلت لكم أصيب. طيب يستاهل. في واحد ثاني أصيب بعد. أوكي والله قوية. استرجعنا الجاسوس. هذا الجاسوس كان مصاب أول الحلقة الماضية، رجع الحياة الآن. هذا جايب لي الحكيم حقه
بقول له حبيبي تعال. طيب ما قدرت اقنعه بس هذا الشيء بيكسبني خبرة يا حلوين. المدينة هذه لا زالت تتعالج. يا اخي ما ادري ايش فيني انا احب اطلع جنون. لحظة اسطول بحري طول بحري جاي يهاجم المدينة هذه. لا يا حبيبي لحظة 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 انا ادعسك يا حبيبي لو تسوي كذا ادعيس. فيل ورما بس للحراس هنا مصابين شوية. لا مو مصابين والله كاملين مخي المصاب. طيب يا حلو. طيب هنا اذا ما عندنا اي رؤية. ليش كذا ضيعت الفلوس بسرعة؟ سحب جيوشه ذا قاعد يطلع زيادة المفروض يروح يقلب على قرطبة. طيب هذا الشعب ايش وضعه؟ هذا خويي صح؟ ايش فيك قاعد تقشر بصل؟ حرك. طيب انا هنا قاعد اطلع جنود. anyways man طيب لحظة عندي فكرة عندي فكرة. عطني ذا وعطني ذا. لحظة هذه الوحدة شكلها مرة بطلة الليبية الرومان الليبية. نقول له هنا شيل واحد وخذ هذا. لا لا ما يمديني. لحظة يا مان ما عندي مقلع والله جيش. هذا جيش حنا بعل طبعا طبيعي يكون كذا بطل. اوكي هنا عندي وحدات احس افضل من هذا. لا لا خليها. هذا الجيش اشوف ما له اي داعي في الحياه ابدا يعني فور ناو يعني. اوكي حاليا يعني حاليا نحتاج هنا جيش يا عيال يا عيال يا عيال قرطاج يا عيال. طلع هنا ما في الا فيها. لا ما في الا فيها. لا شوف قرطاج شلون بدك تطلع فيها اشياء غريبة بطلة وقوية ومو هي بصاحبة. الله شغل. طبعا عندنا هنا البايكمان الافريقية وعندنا الليبيا الوحدات الليبية وحدات النخبة الليبية. الله حلو اسمها رهيب. طلع ذا ونطلع ذا شوي شوي الدور الجاي نبني جيشنا خفافي شوي شوي. طيب الناس هنا مرة مبسوطين خليهم. الجيش هذا بسم الله والله خرجني بسم الله الرحمن الرحيم. هذا خويي صح؟ اي والله خرجني. حرك جيش. اوكي انا احس بذاك مسيليا. وين راح ذا؟ اوكي هذا هو نلحقه. طيب نتقدم 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 نطلع فيها. لا ما عاد نقدر يمكن المنطقة هذه نقدر بس انا وينز هذا لازم نضمها وننهي الدور يا حلوين. و اشكر تعليقاتكم وتواصلكم المستمر. We see little profit in further bloodshed. You have fought with honor, but it is time to staunch deep wounds.
هذا متحارب معاي أنا بس؟ ليش تحاربت معاي أنا؟ أول ما بدأت السلسلة يعني. أوكي. والماوري حلفائي ذولا. لا مع نفسه. ولو أنه بيعطيني 3000 بس عشان يكفيني يكتفي شري. وهذا جيشه طلع. لا خليه يجيب جيشه. خلنا ننهي. ليبيا سوت سلام مع قرمانتي. حلو. طيب يا حلوين شجرة التكنولوجيا. ماغو برقة رجعناه إلى العاصمة وطلعناه مرة ثانية. اوكي. حلو أنا نسيت شجرة التكنولوجيا حقيقة. ممكن نركز على الأشياء البحرية بعد شوي. خلينا نقلل تكلفة المتازقة 6%. يبغى لها 6 أدوار. أعتقد لأنه حنعتمد عليهم بشكل كبير للأوقات الجاية. ايش اسوي ذا؟ تدرون؟ أنا ما دخلت معركة من الحلقة الماضية مع أنها ما تستاهل بس بوريكم شكل الجنود يعني. بعد الحلقة ذي ما عاد بداخل إلا معارك تسوى فقط. طبعا يهمنا الضباب لأنه عندهم أبراج في هذا المعسكر ممكن يضرونه ترى ممكن يخسرونه. ف as you can see my friends عندهم 4 أبراج ممكن تسبب لنا قروشة بس مسافة إطلاق حقه بيكون أقل. و أخر أخر يا حبيبي أخر. فخلينا إيش؟ When the streets run red with their blood, and we will loot their homes and temples, then they will quake. كيف؟ الوحدات شكلها مختلف ولا تحسون نفس الشيء؟ اوكي. تفضل تفضل تفضل. شوف 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 شوف. يقول هذا كان سيف ابوي. لا 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 مو قد فن. اسكت اسكت لا تفضحنا بس. فين كيف الصور هذه؟ هذه صور ممكن نلقطها للغلاف حق الحلقة هذه. هذه وحدات الأفريقية. هذه وحدات الفايكنج قصدي القرطاجية. الوحدات القرطاجية نفسها. شحمها ولحمها. وعندنا هنا يا حلوين الوحدات الليبية طبعا ما يحتاج الصراخ والهياط حق الليبيين. كفو كفو يا الليبيين. هذا هم طبعا لا تدققون يعني. طيب عشان ما نطول عليكم يا حلوين الفيلة. ونبدأ نهاجم المعسكر حقهم ذا. انتبهوا يا الخيالة. والله سريعين ما شاء الله. سريعين بدل برج يرمي. لا يلقطونك لا يلقطونك. اوب كانت قريبة حركة الشفت. الشفت وتخطط. مع الأسف ما هي موجودة إلا بتلة. يبدو أني ماني مستطيع هذا. طيب يا حلوين ممكن توقفون شوي. وش الزر باك سبيس.
نوقف الرومان شوي لين يوصلون السبيرز. عشان لا يتعبون مشيهم ابطا شيء ونسرع الوقت اخر شيء. كيف؟ طيب يا حلوين. ستدي. اوكي بدا الجلد. اندرالالا. قدم الوحدات هذه. نبدا الهجوم. ما ادري اذا يقدرون يرمون عليها من برا. ما اعتقد. الجنرال نحميه. اوه هذا دخل. اوكي لا يا بابا ما 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 اتفقنا. ما ادري ليش ضغطت الزر. اخذنا البرج ولا لسه؟ اوكي والله مو بسهلين. لا elephants at the ready elephants our order bike infantry ready keep us ready spearmen noble fighters our aim is true as you say. والله ما هم سهلين. ناخذ البرج ذا. تعال تعال تعال. انا اجيب لكم فيل الحين اصبر. والله ما هم سهلين.
يرجع ورده. تعال يا الجنرال. شنو ذا البرج ذا؟ ادعسه. The enemy general is dead. What the hell? Bro. This is crazy, man. وين راحوا؟ ما ادري اختفوا. خلصنا؟ خلصنا. دايم مان. كم طيروا مني؟ 269. والله ما هم سهلين. ما هم سهلين الافريقيين. بوم. ويا حلوين كسبنا خبرة جديدة لهذا الجنرال. اسلحه وكذا. راه ما شاء الله ما شاء الله. طيب شطرنج. اوكي يا حلوين. وباقي لهم عاصمتهم الاخيره فيها خشب وحنا ما عندنا خشب. عندنا ننتاجر بالزجاج والواين اللي هو الخمر او عصير العنب احنا نسميه بالقناه او الماربل اللي هو الرخام. اعزائي المشاهدين يؤسفني اني انهي هذه الحلقه وهنا جيشين جايين كلهم لاني حطيت علامه على ذا لم يذبحوه. يبدو ان جاب جيشه هنا. هذا بدا يحرك جيشه الى قرطبه. هنا احنا مسوين جيش احتياطي دفاعي وندافع اكثر. امين. انيويز مان ندافع ونطور البنيه التحتيه شوي عشان الدخل. فمثلا مكان زي ذا 100 بس الدخل قليل صراحه. الفود هنا 4. ننتبه للفود في المناطق كلها. الفود هنا سالب 7 في افريقيا. كيف الكلام هذا يا حبيبي؟ لا ما ينفع. ننتبه للفود. يا براو اعتقد هذا احسن شيء. هذه العاصمه اصلا فيها فود نستثمر فيها. وتحياتي لكم جميعا يا حلوين. نشوفكم حلقه اخرى. مع السلامه.